خلال اجتماع مجلس الوزراء، فخامة رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالعمل كفريق واحد متضامن ومحاربة الفساد والتصريح بممتلكاته. الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يعلن خلال نقطة صحفية بالقصر الرئاسي التشكيلة الحكومية الجديدة. ضمن الجهود الهادفة إلى تمكين الشباب، نواكشوط تحتضن حفل تخرج الدفعة الرابعة من طلاب المعهد العالي للشباب والرياضة. أهلا بكم. اجتمع مجلس الوزراء أمس برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد الشيخ غزواني رئيس الجمهورية، وكان هذا الاجتماع فرصة لفخامة رئيس الجمهورية لتهنئة الوزراء الجدد على الثقة الممنوحة لهم، وأكد التعويل عليهم كقيمة مضافة يؤمن منها بعث نفس جديد في الأداء الحكومي للرفع من مستوى فعاليته، كما قام بالتهنئة من جددت فيهم الثقة وحثهم على مضاعفة الجهد في سبيل التنفيذ الجيد والسريع لمختلف مكونات البرنامج الحكومي. وأوضح فخامته أن تشكيلة الحكومة عكست الاهتمام المقدر الذي يمنحه البرنامج الرئاسي للشباب والتكوين المهني والتعليم والتنمية المحلية، وترجمت الحرص على تعيين حكومة متكاملة ومتجانسة يمتاز أعضاؤها بالكفاءة والتجربة والخبرة والقدرة على تنفيذ كافة بنود البرنامج الانتخابي الواعد الذي زكته أغلبية الشعب الموريتاني. وأعطى رئيس الجمهورية توجيهات في بعض الأمور الجوهرية، منها التضامن الحكومي. أكد فخامته أن الحكومة ينبغي أن تعمل كفريق واحد متضامن ليتسنى له بلوغ الأهداف المرسومة. مسألة منح الصلاحيات، إن منح الصلاحيات لكل حلقات الهيكل الإداري مسألة ضرورية لا غنى عنها لأي عمل حكومي فعال يراد لنتائجه أن تستديم، وعليه فإن على كل وزير متابعة كل ما يجري في قطاعه بكل صرامة والالتزام بقواعد الشفافية ومبادئ الحكمة الرشيدة في تسيير الموارد وتدبير الشؤون الإدارية والعمومية، محاربة الفساد. أكد فخامة الرئيس في هذا الموضوع أنه لن يكون هنالك أي تسامح أو تجاوز. الالتزام السياسي، منصب الوزير هو منصب سياسي بامتياز وهو جزء من الرؤية والمشروع السياسي الوطني للحكومة والنظام الذي ينتمي إليه من أجل تنمية البلد، وبالتالي فليس من المقبول أن يبقى متفرجا على ما يجري في الساحة السياسية، ويجب أن ينخرط بكل طاقاته وبكل علاقاته بشكل مستمر في الدفاع عن هذا المشروع والتمكين له. وفي الأخير أعطى رئيس الجمهورية تعليماته للوزراء بالتصريح بممتلكاتهم وفقا للقانون.
خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس، قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الحسين بن مدو إن فخامة رئيس الجمهورية شدد خلال الاجتماع التعارفي لمجلس الوزراء أمس على ضرورة تحلي أعضاء الحكومة بالنزاهة والشفافية، إذ لا تسامح مع الفساد ولن يكون هناك أي تساهل في محاربته، مؤكدا أن رئيس الجمهورية ألزمهم بالتصريح بممتلكاتهم، مشيرا إلى أن التعيين تكليف كما هو تشريف، وأضاف أن صاحب الفخامة حثهم على التضامن الحكومي والعمل بروح الفريق الواحد وعلى الالتزام السياسي، إذ أن التعيين خيار سياسي يستوجب التمكين للنظام، وأكد على أن منح الوزراء صلاحياتهم الكاملة لتمكينهم من أداء مهامهم لا يعني إعفاءهم من مسؤولياتهم، فهم مسؤولون عن تنفيذ برامج قطاعاتهم بطريقة شفافة، بما في ذلك مساءلة كل من تقع عليه مسؤولية داخل القطاع. وقال إن فخامة رئيس الجمهورية قدم خلال الاجتماع أمس للتهنئة للأعضاء الجدد ولأولئك الذين أعيدت الثقة فيهم مرة أخرى، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع في المهام المسندة إليهم. وكان الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية قد أعلن صباح أمس خلال نقطة صحفية بالقصر الرئاسي في نواكشوط التشكيلة الحكومية الجديدة. وتعكس تشكيلة الحكومة الأولية التي يمنحها فخامة رئيس الجمهورية للشباب والتكوين المهني والتعليم والتنمية المحلية وفقا لما جاء في إعلان الحكومة. على إثر انتخاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن الشيخ الغزواني لمأمورية جديدة، وما تلا ذلك من تقديم الحكومة استقالتها عملا بمقتضيات الدستور، عين فخامته السيد المختار للدائي وزيرا أولا، وكلفه بتشكيل حكومة متكاملة يمتاز أعضاؤها بالكفاءة والتجربة والخبرة، تطلع بمهمة تنفيذ كافة بنود برنامجه الانتخابي الذي زكته أغلبية الشعب الموريتاني. وتعكس تشكيلة الحكومة الأولوية التي يمنحها فخامة رئيس الجمهورية للشباب والتكوين المهني والتعليم والتنمية المحلية، كما تعكس في هيكلتها حرصا بينا على سلاسة ونجاعة العمل الحكومي بما تضمنته من توسيع مهام قطاعات ودمج أخرى واستحداث قطاعات جديدة وفق ما يتطلبه التنفيذ المحكم والفعال لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية. وقد عين بموجب هذه التشكيلة أولاً وزيراً مكلفاً بالأمانة العامة للحكومة السيد لام الحسين، وزيراً لتمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية السيد محمد عبد الله لولي، وزيراً للتكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف السيد ملعنين أيه، وزيراً للعدل السيد محمد محمود بيا، وزيراً للشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج السيد محمد سالم مرزوق، وزيراً للدفاع والشؤون المتقاعدين وأبناء الشهداء السيد حنان نسيدي، وزيراً للداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية السيد محمد أحمد محمد لمين، وزيراً للشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد يحيى شيخنا المرابط، وزيراً للاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد أبوه، وزيرة للتربية وإصلاح نظام التعليم هدى بابا، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي السيد يعقوب أمين، وزيرا للصحة السيد عبد الله الدين، وزيرا للوظيفة العمومية والشغل السيد محمد السويدات، وزيرا للتحول الرقمي وعصرنة الإدارة السيد أحمد سالم بدر، وزيرا للطاقة والنفط
السيد محمد خالد، وزيراً للمعادن والصناعة السيد تيام تيجاني، وزيراً للصيد والبنى التحتية البحرية والمنائية السيد الفضيل سيداتي، وزيراً للزراعة والسيادة الغذائية السيد مما بيباتا، وزيراً للتنمية الحيوانية السيد المختار جاجي، وزيراً للعقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري السيد المختار أحمد بوسيل، وزيرة للتجارة والسياحة السيدة زينب أحمدناه، وزيراً للإصلاح الترابي والإسكان والعمران السيد نيانغ مامادو، وزيراً للتجهيز والنقل السيد علي الفيرك، وزيرة للمياه والصرف الصحي السيدة أمال مولود، وزيراً للثقافة والاتصال والعلاقات مع البرلمان السيد الحسين مدو، وزيرة للطفولة والأسرة السيدة صفية انتهى، وزيرة للبيئة والتنمية المستدامة السيدة مسعودة بحام، وزيرة منتدبة لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية مكلفاً باللامركزية والتنمية المحلية السيد يعقوب سالون فال، وزيراً منتدباً لدى وزير الاقتصاد والمالية مكلفاً بالميزانية تيمور كودرو هارونا. نظمت وزارة الطفولة والأسرة أمس في نواكشوط ورشة لعرض استراتيجية وطنية لتطوير التعليم ما قبل المدرسي خلال الفترة 2025-2030. تهدف هذه الورشة التي يشارك فيها ممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية وشبكات الطفولة الصغرى وخبراء في المجال إلى استعراض ومناقشة مضامين هذه الاستراتيجية تمهيدا للمصادقة عليها واعتمادها. للرفع من مستوى التعليم ما قبل المدرسي ومن أجل خلق كادر بشري مؤهل وقادر على المساهمة الفعالة في بناء المجتمع، تأتي هذه الورشة المنظمة من قبل وزارة الطفولة والأسرة والخاصة بعرض الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم ما قبل المدرسي 2025-2030. لقد مكنت تجربة تنفيذ هذا البرنامج من خلال المخطط الاستراتيجي الممتد لفترة سنتين وكذا الوثائق المتعلقة بتقييم التعليم ما قبل المدرسي من معرفة الأوجه التي تحتاج إلى تطوير بغية الوصول إلى الهدف المنشود، الأمر الذي جعل القطاع يعمد إلى إعداد وتنفيذ استراتيجية لتطوير التعليم ما قبل المدرسي في سنة 2025-2030. وقد تمثل هذا المسار في تنظيم 4 ورشات لتجمعات جهوية في كل من نواكشوط وكيفة وكيهيدي ونواذيبو، مثلت إطاراً للنقاش والتشاور بين كافة الفاعلين في المجال حول تشخيص واقع التعليم ما قبل المدرسي والتحديات والعراقيل ومكامن الخلل في هذا المجال، وكذلك تحديد الأولويات والآليات الضرورية وكذا المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم ما قبل المدرسي، مثل ما سيمكن في النهاية من إعداد وثيقة وطنية في مجال التعليم ما قبل المدرسي. أشفعت الورشة بعرض حول محاور هذه الاستراتيجية مبينا إطارها الزمني وأهم أهدافها ومعوقاتها، ليتعمق النقاش حول ذلك وتتبادل الآراء والخبرات من أجل إنهائها واعتمادها لتكون وثيقة مرجعية ومنطلقا أساسا في تطوير التعليم ما قبل المدرسي. نظم المعهد العالي للشباب والرياضة التابع لوزارة تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية حفلا في نواكشوط لتخرج الدفعة الرابعة من طلابه، وشهد الحفل المنظم بهذه المناسبة تسليم شهادات الليسانس للدفعات السابقة من الخريجين. دفعة الريادة تتخرج من المعهد العالي للشباب والرياضة التابع لوزارة تمكين الشباب والرياضة والخدمة المدنية،
بعد 3 سنوات من المثابرة والاجتهاد والتحصيل لتكون بذلك رابعة الدفعات الطلابية التي تتخرج من هذا المعهد العلمي العالي بشهادة الليسانس في شعبتي علوم وتقنيات الأنشطة السيسيو تربوية وعلوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية. وقد تخرجت هذه الدفعة بعد مسار تميز به المعهد هذا العام، وهو استيفاؤه الشروط الأكاديمية المحددة من قبل السلطة العليا لجودة التعليم والمجلس الأعلى للتعليم، مفتتحا بذلك آفاقا جديدة لطلابه من حيث الدراسات العليا والاكتتاب والولوج إلى الوظيفة والسوق العمل بشكل عام. بهذا الوقت نحتفل بحدثين هامين، هما تسليم الشهادات للدفعات السابقة وكذا تخرج الدفعة الرابعة من الطلبة الحاصلين على الليسانس في علوم وتقنيات الأنشطة السوسيو تربوية وعلوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية. وهنا نسجل الأهمية الكبيرة التي يحتلها المعهد العالي للشباب والرياضة كرافعة في مجال التكوين وكرافد أساسي لتغذية قطاع الشباب والرياضة بالأطر الكفاء الذين يشكلون اليوم النواة الأساسية للوزارة. سيتم توجيه 100 طالب من قبل قطاع التعليم العالي والبحث العلمي إلى المعهد العالي للشباب والرياضة السنة المقبلة لنيل شهادتي الليسانس والماستر في نظام الأمد المعمول به بمختلف مؤسسات التعليم العالي الوطنية. لا شك أنكم تعلمون أن هذه الدفعة الرابعة من خريجي المعهد العالي للشباب والرياضة من الطلبة الحاصلين على الباكالوريا والذين تم توجيههم بإرادتهم إلى هذا الحقل التربوي الناشئ في بلادنا، حيث يحتوي المعهد حالياً أكثر من 20 طالباً موزعين على شعبتين الشباب والرياضة، ويؤطره نحو 32 أستاذاً من أكف الأساتذة المتخصصين في المجال على المستوى الوطني، ويتم التعليم فيه حسب نظام الأمد المعمول به في مختلف مؤسسات التعليم العالي الوطنية. وفي هذا المقام أنوه بالدور الكبير الذي يلعبه المعهد العالي للشباب والرياضة في تنمية وتطوير المصادر البشرية التي تعتبر السبيل الوحيد للنهوض بقطاع الشباب والرياضة، كما لا يفوتني في هذا المجال نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لأبناء الطلبة على المجهود الكبير الذي بذلوه والأخلاق الرفيعة التي تميزوا بها طيلة مسارهم الدراسي. خلال الحفل ذاته تم تسليم شهادات الدراسات العليا للدفعات السابقة التي تخرجت من المعهد العالي للشباب والرياضة ضمن جهود قامت بها إدارة المعهد لتجاوز هذا العائق واستصدار شهادات الليسانس في شعبتي السيسيو التربوية وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية، بعد أن أفضت جهود المعهد إلى اعتراف المجلس الوطني للتعليم العالي بشهادته كشهادة وطنية تخول صاحبها نفس الحقوق التي تمنح لخريجي مؤسسات التعليم العالي في بلادنا. ختام هذا الحفل التربوي تميز بتكريم الطلاب لإدارة المعهد وطاقمه التربوي وللأساتذة اعترافا بما بذلوه من جهود طيلة سنوات التحصيل العلمي حتى يتخرج هؤلاء الطلاب حاملين بين أكفهم شهادات التميز المعرفي وعلى هاماتهم قبعات التمكين والتحصيل العلمي مجسدين شعار من جد وجد ومن زرع حصد. مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة، عودة للتذكير بالعناوين. خلال اجتماع مجلس الوزراء فخامة رئيس الجمهورية يوجه الحكومة بالعمل كفريق واحد متضامن ومحاربة الفساد والتصريح بممتلكاته. الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية يعلن خلال نقطة الصحفية بالقصر الرئاسي التشكيلة الحكومية الجديدة. ضمن الجهود الهادفة إلى تمكين الشباب، نواكشوط تحتضن حفلة تخرج الدفعة الرابعة من طلاب المعهد العالي للشباب والرياضة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.